أمام المستشفيات الرئيسية في الهند، اتسعت طوابير المرضى إلى جانب أقاربهم الذين رفضتهم المستشفيات نظراً لغياب الأطباء ومرافق الرعاية الصحية. هؤلاء المرضى يلهثون ويتوقون للحصول على مكان للعلاج. خلال العقود الأخيرة سجلت الهند انخفاضاً في عدد الأطباء، حيث تراجعت نسبة الأطباء لكل مريض من 1.2% عام 1991 إلى 0.7% اعتبارا من شهر يونيو 2022 بحسب بيانات منظمة الصحة العالمية والمجلس الطبي الهندي. الدكتور أرون جوباتا رئيس مجلس دلهي الطبي أكد أن المشكلة ليست فقط في نقص عدد الأطباء، ولكن أيضا في حالة البنيات التحتية الصحية في الدول الفقيرة حيث ساهمت في نقص العلاج المتاح. وتبقى التحديات الصحية والغذائية وأيضا التعليمية تزداد مع الضغط السكاني المتزامن مع نقص خطط وموارد إدارة الشؤون الاجتماعية وخصوصا الصحية التي قد تكون أحد أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الهندية مستقبلاً.